كل جمعة موعد في السهرية مع برنامج يمين يسار على النسبة. يمين يسار مواجهة تلفزية مثيرة بين زوج شخصيات سياسية اقتصادية ثقافية في مختلف المسائل الوطنية. ليس من حق نواب الشعب هذوما أنهم يناجدوا، وهذا فيه خرق للقانون ونعرفهم ليه، فخرق للدستور ونعرفهم ليه. قلتها في الشباب ما يعرفش وتونس ما تعرفش، لأني وضعت نفسي في بلادي. كل واحد يدافع على رأيه وجهة نظره على ثلاثة أشواط. وقلنا أنها مزيفة، كان مزيف، وقلنا أنها مزيفة. إذا كانت تستعر بها مزيفة ما كان وجودك مزيف. لا لا لا. ضيوفنا في العدد الأول من يمين يسار هما الأستاذ عادل الشاوش عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد، والأستاذ صارخ المكي مؤسس حركة الجمهورية الثانية. استناونا مع يمين يسار الليلة على نسبة.